صادفتني إنه حالة طلاق بسبب تدخل طرف ثالث أو بسبب تليفون تواصل اجتماعي، وصارت بعد الأتبه إنه لو أنا لو صديقك هيك شيء وصير طلاق عادي، يعني خير ما أسوي شغلات إجرامية لا يقول لك أنا أطلب الطلاق. والله هي الأسباب تصير وهي مشاكل من وراء الطلاق، من وراء أكو مثلاً زواج القاصرات صغيرة بالعمر، تروح مثلا عمره جوا 15 16 سنة، هسه شوف ذاك اليوم طاح صايمه 4000 حالة طلاق خلال هالسنة. اكو اسباب مثل هاي القاصرات، اكو مثلا اسباب اقتصادية، عدم مثلا الزوج ما عنده شغل عمل ويجون يجي يتزوج، طبعا تصير مشاكل. اكو مثلا مرات تصير مشاكل من وراء الموبايل على الانترنت والفيسبوك وعشان التواصل الاجتماعي، يصير حالات بصراحة دي تدخل يعني بالزوجة قاعد تدخل بعلاقات وشغلات بدون علم زوجها، عرف زوجها رأسا صار مشاكل وصار طلاق طبعا، يعني وين يصير هالشغلات. يعني اكو حالات يعني من وراء اسباب تافهة كلش، يعني مثل اللعبة مع الببجي، يعني شيء تافه يجون يتعاركون يسوون حالات طلاق وصارت مشاكل هواية من وراها. يعني احكي لك على صاحب، يعني شاف انه هو صاحب يعني خطيبته قاعده تلعب نازله جيم ببجي، وشافها انه هي تلعب وياه ومدمجه بالحكي، صار من وراها مشاكل يعني خلافات و اخترب كل شيء بيناتهم على شيء تافه. طبعا انت تعرف الظروف اللي تمر بالعراقيين، ممكن اقول لك السبب الاول الحروب الفقر، بس بعدين زادت عن الحروب والفقر، لان بدك تسمع حالات تصير يعني على مود غدا على مود عشاء، هاي تتبع العقليه. يعني هسه اكو قبل اهلنا كانوا يزوجون الولد بعمر واعي وكذا ويراقبونه ويتابعونه اجداده وعمامه ويسيلون عليه، والعادات والتقاليد العشائريه تعرفه، كان عندنا عيب الطلاق. هسه اكو ناس اذا تنظر لها من منظور البعيد عندهم عيب الطلاق، كانما سمعه مو حلوه، بس اكو جيل يعني هو قبل لا يطلق يعني وقبل لا يفكر بالزواج انه يفكر يتزوج وفتره ويطلق، فهم تتبع الاهل وتتبع اهل البنيه، مو يا اهلي جاني اليوم يجيني ولد مثل ما له دخل بالشغل، اكو قاعد يعني اكو فقير الحال بس هو يسون المراه ويقدرها ويحترمها، واكو نساء تشوف رجلها كادود ويشتغل بس هي ما توفى وياه، واكو حالات طلاق على مود يعني غدا وعلى مود عشاء وعلى مود طلعه. كل ما يصغر العقل بداخل الراس عد الولد ولا عد البنيه تتولد المشكله، وللاسف هو ذا بهالعمر وزوجته وتشوفه انه هو ما متوالم ويا المراه، للاسف انه ماكو ناس خيره تتدخل بالموضوع، ولا طب للقضاء وللمحاكم تلقى نسبه الطلاق 90% 80%، شيء مضحك.